الخروج بالتوصيات، وهذه التوصيات هي مكملة للأعمال كتقوم به الحكومة وخاصة في مجال العالم القروي. وهذه التوصيات إما طبعا الحال أكيد أنه قرار استقلالي سيعتمدها في مناقشته ولماذا في مقترح قانون، يعني أو كرسالة موجهة إلى الحكومة خاصة إلى الوزارة الروسية من خلال التوصيات اللي غادي نختموا بها إن شاء الله هذا اللقاء. التعليم في العالم الخروي كما أشرتم السيد الأمين العام هي أمر واقع، ما نقولوش بأنه كل شيء مسدود، راه كان ولكن بطرق غير قانونية. خصنا القانون، خصنا سياسية المصادر، راه كاين في العالم الخروي راه كاين بينا بطرق غير قانونية، وعارفين شكون اللي كيصير على هذا الشيء، وعارفين شكون اللي كيحدد الرخص الشفهية في غياب المنتخبين. في غياب المنتخبين باش نكونوا واضحين، كاين شحال من رئيس جامعة كاين هنا راه عارف هذا الواقع. حتى كنشوف بنادم كيبني شكون اللي اعتبر الرخصة الموعد، اعتبر المقدم بصريح العبارة. إذا حنا بغينا هذا المجهود ما يبقاش عشوائي، خصها المصادر، خصها القوانين اللي غادي تضبط هذا المجال. لا مثلا من السلسله ديال الحشيمه، وانا كابن المدينه. إذن اليوم كان عندنا لقاء منظم طرف الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول التعمير بالعالم القروي. هذا اللقاء كان عنده واحد الأهمية قصوى، لأن كما تعلمون اليوم هنالك إرادة قوية من طرف الحكومة وأحزاب الأغلبية لإعطاء دفعة قوية للعالم القروي. ومن بين الأمور الإشكالية الكبيرة المطروحة هي إشكالية ديال التعمير، ولذلك اليوم فكانت فرصة لتقديم بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في حل هذه الإشكاليات، خصوصا أنه اليوم هنالك إرادة من طرف الحكومة لكي يكون هنالك قانون خاص بالتعمير في العالم القروي، وهذا غيحل عدة إشكاليات ويأخذ بالاعتبار خصوصية العالم القروي اللي هي متعددة، لأن كاين العالم القروي في الجبال، كاين العالم القروي في السواحل، هنالك عالم قروي كذلك في الصحراء إلى آخره. إذن كل ذلك ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار في هذا التصور. ومن جهة أخرى كذلك كانت فرصة لتقديم التصور الهادف إلى أن يكون هنالك مقاربة تشاركية ومقاربة مندمجة لهذا الأمر، لأنه اليوم اللي مع الميثاق الجديد ديال الاستثمار من الضروري أن يتم إدراج كذلك البعد التنموي داخل العالم القروي ماشي فقط السكن، وهذا يتطلب معلوم أن يكون هنالك أنشطة اقتصادية داخل العالم القروي، وهذا يتطلب معلوم تجهيزات تحتية، يتطلب كذلك العديد من الشروط من أجل تحقيق هذه الاستثمارات وجلب الاستثمارات في العالم القروي. هذا البعد ديال التجهيزات التحتيه واجبه ضروري اننا نعطيوها واحد الاولويه. هنا كاين ما هو متعلق بالطرق القرويه، وفي هذا الاطار الطرق القرويه خصنا نكونوا واضحين، خصنا نعطيو الاولويه للطرق اللي هي عندها واحد الصبغه سياحيه، الطرق اللي هي تدي الاسواق اللي غادي يكون عندها واحد المنفعه اقتصاديه، الطرق اللي هي تدي كذلك المدارس، لان اخوان رؤساء الجامعات تعانيوا من الاشكاليه ديال النقل المدرسي، واللي المحافل الحافلات اللي تياخذوها فهي تتلقى صعوبات كثيره، ومن بعد 90 سنه ما تمكنش الواحد يستخدمها، وكذلك ما هو مرتبط كذلك المستوصفات ودور الولاده. اذا هادو امور اللي تتدخل في المنظور ديالنا، ما نبقاوش في المنظور التقني ديال العدد ديال العربات اللي تدخل في الطريق او العدد السكان السكاني، خصنا ندخلوا واحد المنظور اللي يكون عنده بعد تنموي التصور ديالنا. ولكن المشكل الكبير اللي هو مطروح وهو ان هذا الطريق القروي اللي تدار دات ملايير اللي تبعت في هذا الاطار، ان بعد سنين 4 سنين ما مشات هذيك الطريق. علاش؟ لان ما كانش صيانه. إذا البعد ديال الصيانة بعد أساسي خاصو يدخل في هذا المنظور الجديد اللي خاصنا نمشيو، وأنه يدار. يعني دابا في الوزارة بالنسبة للطرق القروية اللي دارتها في المخطط الأول والمخطط الثاني اللي صار عليه أخ توان أخ كريم اللاب، اليوم وضعنا واحد الحصة خاصة
لصيانه الطرق القرويه اللي ما كانش في الماضي دينا لان باش ما يدوش. ولكن بالنسبه للصندوق التنموي ديال الصندوق الوطني للتنميه القرويه ضروري ان تكون حصه خاصه كذلك باش نضمنوا هذه الاستمراريه. اليوم شفنا اسمحوا لي نقول لكم انا بنفسي رغم التجربه ديالي اللي عندي انه الوقت كورونا نداشنا العدد ديال الاسر اللي هما تيخدموا في القطاع غير المنظم 5,300,000 اسره ماشي ساهل 7,500,000 ديال الاسر اللي كاين اي ثلثين ديال المغاربه عايشين في القطاع غير المنظم وهذا تيبين اننا حنا في واحد الوضع اللي تيجي لنا تنغيروا المقاربه ديالنا وناخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع وهذا هشاشه الفرق بطبيعة الحال كما تعلمون أنه نظم لقاء دراسيا بمدينة البوغاز حول التعمير في العالم القروي بين الإكراهات وأفاق التنمية الشاملة وهي مناسبة بطبيعة الحال هي مناسبة يعني لتحليل وطرح مجموعة من المشاكل المرتبطة بقطاع التعمير وخاصة في البادية في العالم القروي والبحث عن الحلول الملائمة لإعطاء إقلاع جديد لهذا القطاع ولكي يساهم في التنمية القروية الشاملة. إذن مناسبة لتبادل الآراء والأفكار حول الشروط والأفكار الملائمة لتأهيل هذا القطاع وتطويره. هذا العمل بطبيعة الحال الذي سيتوج بتوصيات مهمة من شأنها أن تعزز الترسانة القانونية للحكومة من خلال يعني الحوار الوطني حول التعمير الذي نظم مؤخرا بجميع يعني تراب المملكة. مجموعة من المشاكل مطروحة حبيبي قالوا الإخوان حبيبي نحن عندنا حكومة كثرة الأحزاب سياسية خصينا أن نخاف نخالف واحد مجموعة من القوانين الحكومة تتحمل مسؤوليتها أي حاجة عندها العلاج الضرب والنظام في جهة حتى ملي كتسير المواطن راه يحتاج لأي طريقة من الضرب تبسيط المصادر واحد هي تكون مسؤولة على التعمير وحنا نبعدونا مالك حنا كجماعة ونتحلوا المشكل وملي يجيو بالساكنة تسيطروا الواقع من الحضر يتحملوا من المسؤولية ونزالوا حنا ما تصنع هضرنا على الرقمنة احترامات جا واحد السيد معايا هاد الاسبوع قلت له الرقمنة الدوسي عندنا خلونا في الرقمنة بسبب من العمر وراقي قال لي فين جات الرقمنة قلت له دراري قال لي شكون انتي وين انا نهضر هيدا حنايا وصلنا لواحد النضج كمغاربة وصلنا وانا باقي اخو ما كيعرفش التليفون كيصوني كيخرج معاه بسلام وحيت كيخرج معاه بلايون وبصامات وحنا باقي ما وصلنا جينا من الموت حنا جينا وحدينا التليفون تيك